وبعدين يعني كنا بيت دواعش يعني همينا يعني مكان المكان وبهدلونا واختصبونا وفرقونا من أهاليتنا. احنا يعني من ورا الدواعش يعني طلعنا، احنا كلنا طلعنا ومن نص الطريق لزمونا الدواعش ودونا بحدود سوريا. احنا حطونا جاني واحد داعش اسمه، هو داعش من عندهم، جاء اخذني اني اخذني ووداني بنبض مظافه، انا وحده وياي همين يزيديه، ودونا حطونا بمظافه، حطونا واختصبونا هناك ورا ما يعني اختصبونا وكمل ودونا لي وداني يعني وهي ما ادري وين وراحوا بيها هذيك، واني ودوني على وداني على اهله هو همين ظلت ويا اهله تقريبا هيك 5 ايام هيك 6 ايام اني ظليت ويا اهله. وبعدين انطاني الغيره ثاني يوم الصبح همين هم الدواعش اخذوني ودوني بالفلوجه، من الفلوجه همين باعوني انطوني شو اسم الواحد الوالي هو يعني اخذني ابو جعفر اسمه وهمين اختصبني هو، وظليت ويا همين تقريبا هيك سنه سنتين ظليت ويا اني. بعدين باعني هو، باعني الواحد ابو رضوان.